بكم ولقاء متميز في عام 2011 إن شاء الله كله سعادة وهنا وسرور على كل مشاهدينا. النهاردة هنعيش معاكم امتحانات ترم للفرقة الرابعة لإحدى كليات السياحة وشعبة إدارة الفنادق. هنعيش معهم الامتحان الحقيقي، الامتحان في كل مرة بنشوفه بالورقة والقلم، ودايما بنسمع ونشوف نتيجة الامتحان. النهاردة اللي هيحصل حاجة غريبة جدا، امتحاننا بيتاكل. يعني امتحاننا بيتاكل؟ امتحان بالأكل، مش هنشوف نتيجته ونسمعها، ده احنا هندقها. امتحان شعبة إدارة فنادق سنة رابعة كلية سياحة. النهاردة هنعيش معهم لحظات الامتحان الحقيقي مع الفريق اللي هيدخل الامتحان، وهنتعرف عليه وهنراقب عليهم بطريقتنا احنا. تعالوا نتعرف على الفريق اللي هيبدأ الامتحان حالا اول ما نتعرف على اساميهم. اهلا بيك. أهلا. ان شاء الله بالتوفيق. ان شاء الله. تعرف عليك. محمد الكومي في سنة رابعة. طبعا النهاردة مش عايزك تترعش ولا حاجة، الامتحان عادي جدا. لا واصلين من نفسنا طبعا. هتقدموا لنا ايه محمد؟ احنا هنعمل شوربة كرفس، وهنعمل سلطة شيكاغو، وهنعمل اسكالوب بانيه بالجبنة، وبوم انا ده نوع من انواع البطاطس، وبفرواز ده حلو. اتعرف عليك؟ خالد ابراهيم. خالد انت مع محمد في كل الاكل اللي هو قاله؟ اه طبعا. انا هساعده بالحاجات دي كلها وان شاء الله نعمل حاجة حلوة. انتوا لكم تايم محدد للامتحان؟ اها طبعا لينا تايم محدد. اول ما نخلص تقريبا ساعتين، اول ما نخلص ساعتين كل حاجة لازم تقف نسلم كل حاجة ونسلمها بطعم جيد طبعا ان شاء الله. اكيد طبعا ان شاء الله بالتوفيق، واحنا هنعيش معاكم الامتحان لحظة بلحظة، نتعرف ونوصل لحد ما نروح للبنات ونشوف البنات هيعملوا لنا ايه النهاردة في امتحان سنة رابعة كلية سياحة وفنادق. اتعرف عليكي؟ انا سارة محب شعبة سنة رابعة شعبة فنادق. اهلا بيكي. تعرف عليكي؟ هدير حماد. هدير علي صوتك شويه. هدير حماد. هتعملوا لنا ايه النهارده؟ احنا هنعمل سلطه بطاطس، وهنعمل شوربه ستروني، وهنعمل شيش كباب، والحلو اكلير، ورز بالبسله. كل ده في الساعتين الامتحان. هتقدري تخلصيهم يا هدير؟ ان شاء الله. ان شاء الله بالتوفيق. احنا هنقول ده معاكم يعني، وهنكون معانا هندوق معاهم اللي هم هيعملوه ده، وانتم مشاهدين هتعيشوا معانا لحظات الامتحان دي. بس يا ترى الامتحان بيكون شكله ايه لما يكون عباره عن اكل، وان النتيجه هتكون عباره عن تقول طعم الاكل ده ايه؟ بنقول طعم الامتحان ايه؟ تعالوا نشوف الفريق ده هيقدم لنا ايه النهارده في الامتحان. اتعرف عليك؟ محمد نور. اهلا بيك يا محمد. اتعرف عليك؟ احمد صابر. احمد ومحمد هتقدموا لنا ايه النهارده؟ هنقدم شوربه بسله وسلطة القيصر وبيتيت بيف ستريجانوف ومكرونة بالزبدة وموس شوكولاتة. فانت هتشرح بقى الفرصة برضو مشاهدينا نعرف المأكولات دي عبارة عن ايه. وعايز اقولك شعورك ايه وانت الامتحان بتاعك عبارة عن اكل؟ حاجة احنا متدربين عليها وبننفذها، فبيبقى مجهود ترم كامل بيطلع في يوم، فبيبقى فيه تركيز. تحب تاكل اكل اللي انت امتحنت فيه؟ اكيد طبعا، يعني لازم اجربه، يعني لازم اعمل تيست عليه برضو. يعني انت الاول طبعا، انتم السابقون. تعالوا نشوف الفريق ده هيعمل ايه. اتعرف عليك؟ شادي احمد. اهلا بيك يا شادي. اتعرف عليك؟ كريم محمد. اهلا بيك يا كريم. كريم وشادي هيقدموا لنا ايه النهارده في الامتحان؟ احنا ان شاء الله هنعمل اول حاجه شوربه خضار، بعديها سلطه خضراء ميكس، هيبقى بعديها رز بلاف وسبيتاتا مشروم صوص، ويبقى الحلو في الاخر كريم كراميل. هتقدروا تعملوا كل ده؟ ان شاء الله طبعا، وبإنجاز كمان. انت بتدوق ولا هتاكل كل اكل كله بقى؟ لا حضرتك شايفه حجمي فاكيد هاكل طبعا، مش هدوق بس. على العموم احنا بنتمنى لكم النهارده التوفيق، وهنعيش معاكم مشاهدينا ومع طبعا الفريق اللي داخل الامتحان، مجموعه من الشباب شايفينهم داخلين الامتحان مع بعض، هندوق معاهم وهنعرف وهنقيمهم. تعالوا نشوف امتحان بطعم غريب، امتحان بيتاكل مش بيجاوبوا عليه، هيكون شكله ايه؟ نروح مع بعض ونرجع تاني نكمل كافيه الشباب.